هذا الدين أتى بكل شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أوتيت، هو يقول أوتيت بجوامع الكلم، النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام، هذا احنا دائما نسمع يقول خير الكلام ما قل ودل، لكن هذا الكلام ما دقيق ما صحيح. الصحيح خير الكلام ما قل وجل ودل ولم يمل، هذا خير الكلام، قليل وجليل، كلام جميل. يعني سامحنا على كذا، قلتها واحد انت غبي، انت غبي قل دل، لكن هذا ما خير الكلام. كلام الخير جليل جليل عظيم، خير الكلام ما قل وجل جليل ودل ولم يمل. كان كلام من هذا؟ كان كلام محمد صلى الله عليه وسلم، كلامه قليل جليل دليل لا يمل لما يجلس مع الصحابة، هذا خير الكلام.